السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم إخواني جميعا؟ اليوم السبت 9/10/2021، قناة سوق المواشي في سوريا. معكم أخوكم أبو غيث. ما أعرف الشباب البارحة تسأل عن أخونا أبو حمزة، إحنا ثلاث شباب نشتغل بالغناين، أخونا أبو حمزة وأخوكم أبو غيث وأخونا أبو مريمي. فالشباب أحيانا شخص يمنتج، شخص يصور، أو شخص يعني مهتم بأمور الغناين. الله يجزاكم الخير، لا تنسونا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. هنا يا شباب هذول الأربع ناجات، يعني بلديات رفع ما شاء الله، يعني وصل 1400 ليرة تركية. صاحب المطالب 1800، ما شاء الله خمستهن ثنايا، ما شاء الله حالهن كويس و حطيط. يعني قديش طالب بالخمس ثنايا؟ والله طالب فينا 1800. قديش وصل الله؟ والله وصلوا 1400. 1800 يعني خاصمهن، يعني خاصمهن يعني 200 دولار، يعني خاصمهن اخونا حول ال 200 دولار. اللي عجبته الثنايا يا شباب يتواصل معنا، نوصلوا باخونا اذا ما باعوا بالسوق. يعني الحركة ضعيفة اليوم، يعني يستاهلن، يعني فوق ال 2000 ليرة تركية. وفيها شباب هذول العنزين كبار بالعمر وشطر، يعني وصلت الوحدة 600 ليرة، 2 600 ليرة، وصلن 2 600 ليرة، وطالب فيهن الدلال 700. في هالبضاعة يا شباب موجودة عند أخونا الدلال مروان، ما شاء الله يعني خروف وفطيمة، يعني وصلن 2300 ليرة تركيني، وأخونا فاصلهن 3000 ليرة، ما شاء الله يعني كويسات، يعني يعتبر من جنس المحسن. يعني 3000 فصلين والله خالص، يعني والله حسب الشغلة. أشوف يا مروان فين فصلان؟ 13 الله يعطيك.25 صنف 23 25 طلعنا كويسات يا شباب، يعني انا شريتك هروب كويسات يا نار 4 طيب 23 لك روح، انا شريتك على 4 25 2400 ليرة تركية. 25 الدلال عم يطلب 25 25 وصاحبهن معند على 30، يعني على 3000 ليرة تركية. انتهى البازار، ما صار فيه بيع. الله يجزاكم الخير، ما شاء الله يعني طيبات يا شباب، يعني يعتبر من جنس المحسنات. لكن يعني صار اليوم، يعني سبحان الله السوق يعني هابط، ولا هاي مي قيمتني، يعني لو في اسواق يعني خشانة والراس، يعني قصر الراس بالخروف. الشباب لما يشوفون على الفيديو اي نعم، ما هي مشكلة، السوق ضيق وما تقدر تصور تعطي الدابة حقها بالسوق، يعني بدها تكون مكان فسح حتى تعطي ميزاتها كلها. يعني على كل اللي له مصلحه مين يتواصل مع اخونا الدلال مروان او يتواصل معنا نوصل له. مش هذا بس يا شباب، والله حلوه الفطيمه. طيب اشتغلنا للربع، اوكي يا احسن هذا النيج، مش حاله اشتغلنا للربع خالص بستة، والله ما عندي خلاص، مش حاله اشتغلنا للربع خيور، مش حاله اشتغلنا للربع، اشتغلنا الربع والله يا زلمه، لا تقعد عادي اشتغل والله اشتغل، انا لقيت الربع الحق الربع، لا تروح الفضول وخشيها الحق الربع. وفي التسع خلاف هذول يا شباب موجودات عند اخونا ابو محمود من قريه الحمامه، ما شاء الله يعني وصلا 950 ليره تركي. وصاحبهم طالب فيهن 1000 ليرة،
حركة السوق اليوم ضعيفة يعني. خمسين على ألف. وصل اليوم 900 ل 950 يعني تقريبا. 950 ورغاب ناخذ الكاش حق الكاش. يلا إن شاء الله الله يجبرهن عنك. الله يسلمك. الشباب اللي عجبته الخراف يتواصل مع أخونا إن شاء الله رغم موجود عندنا بإذن الله يعني. وفيها أشكار هاي يا شباب الخراف. سامناها 6 ونص. وضعوا عنا بزنا عم يشتغلها. هون 400. لكن أنت ليش تسولف؟ وفي أشكار الخراف يا شباب ما شاء الله يعني 34 راس. يعني ورديات ما شاء الله يعني الحملتين كويسين. شو رقم حسين؟ عليه السلام عليكم يا ريان شو رقم أنت؟ قديش طالبين بهالخراف؟ والله طالبين عم نسوقها 6-6.5. قديش وصلت اليوم؟ وصلت يمكن وصلت لأربعة، ممكن وصلت لأربعة؟ وصلت 400 ليرة تركية يا شباب يعني، والله ما شاء الله يستاهلين يعني. وضعهن جاهزة. كلها بناديق تركية، أكثر بناديق تركية. ما شاء الله الحاملتين كويسة وخشنتين كويسة يعني، خرج يعني رباطة. اللي عجبته الخراف يا شباب يتواصل معنا حتى نوصله بأخونا الدلال أبو حسين يعني. موجودات. ريت الكبير حول الريف يا شباب، ريف جسر الشغورين. احنا الان يا شباب راح نعمل الجولة بسوق البغارين ان شاء الله، راح نطلعكم على اسعار البكيرات والبقر الحليب واسعار اللحم يعني العجول. ما شاء الله اليوم السوق يعني مكتظ يعني، بما انه اول يوم سوق للبغر يعني يفتح بعد الكورونا. البارحة سوق معرض مصريين ما كان فيه سوق مزاد للبغر يعني. اليوم ما شاء الله بشمارون سوق للغنم وجنبه سوق للبغر يعني. البغر هاي يا شباب ما شاء الله يعني خشانة شكل يعني طيبة يعني. قديش انبعت اخونا ابو محمد؟ بعناها ب1200 دولار. شنو وضع البغر يعني؟ سنها قديش تحلب وقديش عشارها؟ بطين وشيلتها الثالث. بطنين والدة يا شباب وشايلته الثالث. قديش بالعادة تحلبين؟ بدها من ال 15 ل 20. ال 15 ل 20 كيلو يعني. 20 حسب العلف اللي ينعطى لها يعني. شلون حركة السوق ابو محمد اليوم؟ ان شاء الله منيحة. يعني الطلب اليوم على شو يعني؟ على بغرة الحليب؟ على الكويس. على الكويس. ايش في كويس بنباع؟ ايش في كويس بينباع؟ من عجل، من بكيرة، من بقرة، بس يكون شيء كويس ما بيوم. قديش اليوم توزن اللحم بالله تبع العجل؟ معك من 18 ل 21. من 18 ل 21 اليوم حسب العجل، حسب اللحم. البكيرة الكويسة تكون يعني على وجه تلقيح قديش سعرها يا شباب؟ يعني 800 700 800 700. اذا دولار 800 دولار يعني البكيرة الكويسة يعني. طب اللاحة البقرة اللي تكون تحلب بال 25 كيلو بالشباب تسأل بالتعليقات عن البقرة 1700 ل 2100 اذا شيء كويس يعني رفع تكون رافع اي شيء كويس ل 2100 دولار يعني. فيها البكيرات يا شباب ما شاء الله يعني طيبات موجودات عند اخونا الدلال ابو عزويني ما شاء الله يعني على الشكل وعلى ال هذا قنا يا عم. قديش طالب فيهن اخونا ابو؟ 1500 دولار. اثنين اثنين. قديش وصلوا بالله؟ والله واحد وصل 14 ل 13. يعني 1200 لل 1300. اليوم قديش نسامو؟ اليوم؟ ايه ما ساموا غير 1300 على الاخير. 1300 دولار نسامو يعني خصمهن 1500 دولار. 1500 هاك الخصم. ما شاء الله يعني شكلهن طيب يعني حزامات فريزيان هذا ما كان يدير تفرجع بنزع عليهم فريز هذا فريز يا عم فريز هولندي الاصلي اللي له مصلحه فيه يا شباب يتواصل معها معانا نوصله باخونا الدلال ابو عزو حتى يوصله لصاحب البقرات يعني. اليوم السوق شلون وضعه ابو؟ والله الوضع ان شاء الله على احسن. متحسن يعني عندك اليوم العجل من 18 ل 13 ان شاء الله. الطلب على شو اليوم بالسوق؟ والله شوف الطلب اكثر شيء تقريبا على العجل. على العجل الوسط عجل لحم. عين وعين. وفيها البقره هي يا شباب ما شاء الله والده. عين شوف بيها وعين ما تشوف. يعني عين شوف بيها والثانيه كانها مبيضه يعني. وصلت 900 دولار يعني. وصلناها ب 1100. هاي بنتها عجله. ما شاء الله يعني عجلتها كويسه يعني افضل من ماي. قديش تحلب اخونا ابو عزو؟ 17 كيلو. عين وعين يا ابو 17 كيلو. قديش سنها ابونا ابو عزو؟ انا جايب 4 بطون. 4 بطون يا شباب اللي له مصلحه يتواصل مع اخونا الدلال ابو عزوني. هلا ابو احمد. ابو عزو شلون حركه السوق اليوم بعد هالحظر؟ والله احسن نفس يعني افضل قبل يعني 22 ل 18. كويس كويس ان شاء الله الله يفرجها على الجميع يعني باذن الله يعني. ان شاء الله بيحرق.
بالنسبه لحركه السوق اليوم يا شباب، يعني بما انه يعني اول يوم بعد الحظر يعني تعتبر ضعيفه، يعني ان شاء الله يعني الايام الجايه يعني تكون افضل يعني بالنسبه لسوق الغنم وسوق البقر. يعني تقريبا طلعناكم على اسعار اللحم، انسونا اشتراك بالقناه يا شباب وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل شيء جديد. يعني معنا اخونا ابو ايهاب رئيس رابطه الثروه الحيوانيه بالمنطقه. يعني جزاكم الله وعليكم السلام. الله يجزاكم الخير على الجهود اللي تبذلونها يا اخي. حياكم والله. بالنسبه لليوم جينا زياره على السوق لنشوف الوضع عندهم. والله السوق مدري للغايه، يعني العلف كل محله على غلاء. السوق الخروف تعبان، يعني ما يسال التكلفه. الامور كل الناس تشتكي من يعني حسب الله ونعم الوكيل. واحنا بالنسبه لي انا كرئيس رابطه المربين المواشي، والله رفعت كتب للوزاره مشان التصدير، مشان يعني يدخلون علف بقيمه مخفضه يساعدون هالناس المربين. اخوي ابو ايهاب، ليش ما يصير تقنين للاسعار؟ ليش انا اليوم افوت على محل اعلاف يقول لي السعر بكذا، افوت على المحل الثاني زياده 25 قرش، المحل الثاني زياده 30 قرش؟ ليش؟ صدقت مزبوط. يعني طلبنا موضوع الرقابه والتفتيش على هذا الموضوع، يعني مراقبه السوق، يعني اقلهم مراقبه السوق. فعلا في تفاوت بالاسعار، يعني كل محل يبيع يعني كيفه، يعني راح يصير سوق حره، كل من يبيع على كيفه. صح. فاحنا ان شاء الله تعالى رفعنا كتاب كذلك الامر بالرقابه الدوائيه ورقابه التفتيش على موضوع الاعلاف. اريد اني لما افوت على محل، اني كمستهلك كمربي، اريد لما افوت على محل اقول له التسعيره محطوطه على الباب، اذا يغبى التسعيره اشتكي عليه اسجنه. صحيح. اقول له اعطيني كيلو شعير بدون ما اسال ايش قد حقه، انا اعرف حقه من الوزاره. الاجتماع القادم هذا الامر انا طرحته. ايه. والله بالنسبه للوزاره. ايه. ولكن راح اجد عليه ان شاء الله. يعني اريد تعالى. ما اريد شلون يعني اقله، يعني توحيد الاسعار في كافه المحرم. طيب يعني شلون ابو ايهاب، يعني اريد افوت على المحل بدون ما اسال ايش قد كيلو شعير، اقول له اعطيني السعر موحد. يعني بدون قصدك بدون مفاوضات؟ ما اتفاوض معه ولا السعر في تسعيره، اذا تجاوزها ينسجن. ايش ذا لازم يكون ان شاء الله وتعالى. بالنسبه للتصدير الداخلي، الان تصدير على تركيا في مشكله، لكن الان بالنسبه على عفرين، على جنديرس، على اعزاز. نهار امبارح انا رفعت كتاب انه توقيف الفوري للوارد لحتى ايش ننعش السوق هنا عن نمو. الان اذا انا بدي اخذ مثلا 30 40 50 راس اطلعنا على جنديرس على عفرين، هل هذا بمجال موجود؟ نعم. ولكن شلون الطريقه؟ الطريقه انا اقول لك الطريقه، يروح لعنا على وزاره الزراعه يرفع كتاب، تمام، يعطي تعهد انه يرجع الغنم اللي راح تدخل بسبب الرعي، تمام، يرجعها، يروح ياخذ كتاب، ما حد يمنعه اطلاقا. واحنا بدنا نحكي ان شاء الله تعالى موضوع ادخال التبن، ماده التبن والله ما نعدت تركيا يا شباب. انا خاطبت الحكومه اكثر من مره، والله العظيم انه تركيا هي اللي مانعت ادخال التبن. الله يجزاك الخير ابو ايهاب ويحفظكم ويبارك لكم على الجوده تقدمونها. شبرين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، يعني ستة إشبار، يعني 140 سم. هذا بزر بزر. ما شاء الله. هذا محل بلدي يا شباب، محل بلدي. هذا يعني موطنه سوريا. تمام؟ بتشوف على الارتفاع والخشانة والشكل أمام مصر. ما شاء الله يا شباب، يعني شيء فاخرين. هذا السن يعني مو هرم. في أسلاك مو هرم. لا مو تبن. رباع رباع مو تبن. رباع رباع. رباع رباع. شوف الخشانة يا شباب، مين صاحبه يا شباب؟ مين صاحبه؟ شقد قام تسوم؟ 4000 ليرة تركي. الدفاع لك مين؟ 4000 ليرة تركي. اللهم صل على محمد. قديش انسام ابو؟ ما شاء الله تبارك. 4000. قديش بعثوا لك فيه؟ لسه ما حد الله يحفظك. كانوا لسه ما انسام، بما انه اليوم لسه السوق يعني فتح جديد ان شاء الله، يعني اللي له مصلحة بالتيس يا شباب يتواصل معنا نوصله باخونا. الحكي على ارض الواقع، مثل ما يقولون البكاء على راس الميت. نعم. الزلمه يسوق ب 4000 ليره تركي، والفحل كويس ويسوق، اللي له به مصلحه يتواصل معنا نوصله مع اخونا. باذن الله وعيه كويس، يعني ما هي ما شاء الله. يعني اول مره اشوف خشانه التيس بلدي بهالكبر هذا وضخامه الراس، يعني فالشكل ما شاء الله طيب. احنا الان يا شباب سوق اللحم، يعني البضاعه كثير اليوم ما شاء الله، يعني كأنه حركة سوق اللحم اليوم يعني بها ضعف. يعني أبو قيس، يعني الأسعار سألنا شباب ولد إبراهيم الحسن، سألنا للسوق قبانات ثانية 25-25.5 أحسن وزن، 25.5 ليرة تركي للكيلو الواحد. قديش وزن أبو 25.5؟ اللي انباع ب 25.5 وزن 70 كيلو.
70 كيلو 25 ونص وانت نازل. قبل شوي صورنا هنا باع ب 23 يعني. هذا متوسط يعني، هذا يعتبر متوسط وزنه متوسط يعني، اسعار بالخمسين يعني وزن بالخمسين كيلو تقريبا. شغله شغله دي شغله، كل ما ينقص الوزن 10 كيلوات ينقص الكيلو الواحد بيع. مثلا 70 كيلو اذا كان ب 25 ونص، 60 كيلو ب 24 ونص، ال 50 كيلو ب 23 ونص بهالطريقه. يعني كل شيء تحت ال 40 ما ينباع بالوزن، ينباع زين. هاي الطريقه على هالوضع هذا يعني، خسائر يعني ما تحصى يعني، دمار للمربين يعني جميع يعني. يعني أغلبية الغنم اللي جاءت تنباع أو الخراف يعني نصها راح حق علف يعني، بالنسبة لقلاء العلاف والوضع يعني سيء جدا يعني. الله يجزاكم خير يا شباب، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل شيء جديد.